أثارت غارات لمقاتلات التحالف العربي دورية للميليشيات الانقلابية في صنعاء وقتل من كانوا على متنها. وقالت مصادر محلية أن الغارة دمرت دورية تابعة للقيادية الحوثي أبي سرحان بمنطقة الحلفة بجحانة بمديرية خولان، كانت في طريقها كتعزيزات للانقلابيين بصرواح. وللمزيد حول إذن نذهب إلى الوضع الميداني في صعدة، وينضم إلينا من هناك الرائد هلال مشبب ركن التوجيه باللواء 122 بصعدة. مساء الخير سيادة الرائد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. يعني تواردت الأنباء بأن قوات الجيش الوطني ربما أحرزت تقدما في معاركها التي تخوضها ضد ميليشيا الحوثي أيضا والمخلوع صالح في محافظة صعدة معقل الانقلابيين، وكان هناك تحرير حوالي 3 مواقع جديدة. ما هي المستجدات الأخيرة والتطورات على الوضع الميداني في جبهة صعدة؟ تفضل. جبهة صعدة تعتبر من الجبهات المشتعلة والتي يقدم فيها الجيش الوطني يعني نموذج من التضحية، نموذج من الإصرار على تحرير الأرض وكسر ميليشيا الانقلاب في أبغدارها. وبالأمس يوم الأحد لواء الفتح وقوات النخبة تقدمت في جبال العليب وسيطرت على عدد من المواقع، يعني وكان هذا يعتبر من الأشياء المفاجئة للميليشيات الانقلابية. نعم، وهذا في جهة تعتبر، أما الجهة الأخرى وطبعا في هذا الهجوم حصل يعني قتل مجموعة من الحوثيين ومن معهم وجرحى آخرين. وايضا كان في الاسبوع الماضي كان قد حصل التقدم في جبال صلادق، هذه من جهه البقع او سوق البقع، لان هذه جبهه وهذه اخرى. وبالامس ايضا حاولت الميليشيات التقدم او التسلل لسحب جثث خلفتها في الانكسار السابق، لكن بحمد الله عز وجل ابطال الجيش المرابطين يعني في تلك الجبال صدوا أو كسروا وأفشلوا هذا التسلل، وعاد الحوثيون ومن معهم يجرون أذيال الهزيمة. نعم، أهمية المواقع التي تم تحريرها من ناحية استراتيجية. من ناحية استراتيجية تعتبر جبهات صعدة جبهات يعني كسر عظم أو معركة كسر عظم بيننا وبين الميليشيات الانقلابية. نعم. لأن صعدة هي الورقة الأخيرة التي يمكن أن يراهنون عليها، وإذا ما تقدم الجيش واقترب من عقر دارهم وصل إلى مركز المحافظة وسيطر عليها، معناها لن يبقى للحوثيين قرار ولن تقبل به أي محافظة أخرى. لذلك أي تقدم أو أي إحراز تقدم في أي جبهة، سواء كانت في جبهة الذي في جبال العليب أو في جبال صلاطع وأيضا في سوق البقع وما حولها أو في حتى جبهة علب، تعتبر يعني في باقي تعتبر هذه الجبهات يعني جبهات يعني قوية جدا. لذلك يستميت الحوثي في محاولة يعني ذر الرماد على العيون، كسب موقف إعلامي معين، تقدير أتباعه وأنصاره، ويوهم الناس بأن هذه الجبهات ما هي إلا جبهات وهمية، لأنه يعرف خطورتها ويعرف أهميتها. ولذلك يعني عشرات القتلى والجرحى منهم من القيادات الميدانية العسكرية ومن أفرادهم ومن مدرعاتهم وإمكانياتهم دمرت بحمد الله عز وجل. نعم، يعني أيضا نريد أن نعرج على الناحية المعنوية التي تعكسها أو هذه التقدمات الحاصلة سواء من جهة الجيش الوطني أو من جهة ميليشيا الحوثي وصالح. طبعا نحن لو نأتي لمسألة الجانب المعنوي، بالأمس القريب نقول يعني هكذا لو قلنا العام الماضي كان الحوثي وما قبل هذا يضرب المعاشيك، أما الآن فالجيش الوطني يضرب صعدة ويضرب عمق صعدة بحمد الله عز وجل. هذا نعم. جانب بلا شك أنه له أثر معنوي كبير جدا، هذا جانب. الجانب الآخر أنه أصبحت معسكراته الاستراتيجية التي أعدها ومخازن السلاح ومصانع السلاح في متناول الجيش الوطني بإذن الله ستكون في القريب العاجل غنائم، ستكون بإذن الله عز وجل معسكراته هي معسكرات لنا ندرب فيها جيشنا ونبني فيها مقاومتنا ونبني فيها مؤسساتنا. طبعا على ذكر اليوم، وهذا يعتبر من الأوراق التي يستخدمها الحوثي، أطلق صاروخ باليستي من منطقة
من منطقة المآذب، ولم يوفق هذا الصاروخ بالانطلاق فسقط في مكان الإطلاق يعني، وباءوا بالفشل يعني. يقصد هم يحاولون كل يوم أن يقدموا شيئا ويضيفوا شيء، لكن يعني لا يحرزون إلا الفشل والهزيمة، والجيش الوطني يزداد قوة ويزداد تقدم بإذن الله عز وجل. نعم يعني سيدي، من خلال هذه المواجهات الحاصلة وهذا التقدم للجيش الوطني، هل لديكم إحصائية يعني سواء كانت أولية أو تقريبية أو مفصلة يعني حول الخسائر أو حجم الخسائر التي تم تكبيدها لميليشيا الحوثي؟ طبعا بالنسبة للجبهة الذي في اليومين الماضيين هو عدد يعني من القتلى، عدد من القتلى وعدد من الجرحى، وهذا الذي في جبهة العليب وما حولها يعني. نعم. أيضا قبلها، لكن الحوثي السميد وتعتبر صعدة هي المقبرة الأكبر بالنسبة للميليشيات في كل مكان يعني. إلى الآن الإحصائيات خلال أسبوع أكثر من 100 قتيل الذين وصلوا إلى المحافظة من عدة جبهات ما بين قيادات وأفراد هؤلاء الذين وصلوا، أما من لم يصل فحدد ولا حرج يعني، الطيران يأخذ ما أخذ والجبهات تأخذ ما أخذت ورجال الجيش يأخذون ما أخذوا، والله سبحانه وتعالى سيعجل بزوالهم بإذن الله. نعم، الآن بعد هذا التقدم الذي تم إحرازه من قبل الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وأيضا تحرير 3 مواقع ربما تعكس يعني معنويات عالية لدى الجيش الوطني، الآن ما هي وجهة المعارك المقبلة؟ إلى أين تتجهون بعد هذه المناطق؟ طبعا بالنسبة لوجهة المعارك هذه بلا شك أنها صعدة وصنعاء، لكن في الأخير يعني للجيش الوطني وقيادة الجيش القيادة السياسية لهم خططهم، سيأتي وقتها. وهناك في صعدة بحمد الله عز وجل الآن أبناء صعدة، بل أبناء اليمن الآن يعدون العدة ويجهزون المعسكرات و يعني يعملون على قدم وساق حتى تصدر القيادة السياسية أمرا باقتحام وتحرير صعدة، وسيأتي وقته بإذن الله عز وجل. نعم يعني سيدي، خلال هذه المواجهات التي حدثت بينكم وبين ميليشيا الحوثي وصالح، ما هي أبرز العوائق التي واجهتكم أو أبرز المشاكل التي واجهتكم؟ طبعا بالنسبة للمشاكل التي تواجه يعني الجيش الوطني بشكل كامل، ومسألة الآن يعني مسألة الألغام هذه تعتبر مشكلة من المشاكل، لأن الميليشيات زرعت كل الأرض بالألغام. نعم. فيحصنون أنفسهم بزراعة الألغام التي أثرت على البشر والحجر والحيوان والشجر، الأهلك الحرث والنسل بها. هذا جانب. الجانب الآخر قلة أحيانا التسليح، أو يعني لأن الحوثي يقاتل بأسلحة دول يعني بعتاد جيش كامل، لكن مع هذا بحمد الله عز وجل أن الجيش الوطني أفراد الجيش وأبطال الجيش يواجهون ويحرزون تقدما وأن يحققون نصرا برغم الإمكانات المتاحة، لأن عزائمهم وهممهم ومعنوياتهم عالية وبها سينتصرون. فالسلاح النوعي الذي يمتلكه الجيش الوطني بمواجهة الميليشيات هي الإرادة القوية والعزم والإصرار والتحدي والثبات والصمود، هي المعنويات المرتفعة، هي معرفة القضية ومعرفة الهدف. في هذه سننتصر على الميليشيات وسنهزمها بإذن الله في عقر دارها. نعم، إذن الرائد هلال مشبب ركن التوجيه باللواء 122 بصعدة، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك.